والحاجة المغربية المحتجزة تناشد نظام دولة العسكر الملحدة. غنبدأ بهذه الحاجة هذه وغادي نخلي نسمعوا مجتمعين واحد النداء ديالها، نداء استغاثة كنعتبروا أنا من داخل دولة العسكر الملحدة، وهذا النداء استغاثة ديال هذه السيدة هذه هو اللي كيخلي هو اللي كيوجز وكيلخص هذه الوضعية اللي كنعيشوها اليوم بين المغرب ودولة العسكر الملحدة. حالة إنسانية، وتصوروا أن بلدين عربيين مسلمين شعبهم أمازيغي عندهم نفس العادات والتقاليد، عندهم تراث نقولوا مشترك في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي، إلى هناك مصاهرة إلى آخره. في هذا البلد كنعيشوا هذه الحالة الإنسانية وكنسمعوا هذا النداء ديال هذه الحاجة المغربية اللي مشات حجات. وكتعرفوا ملي كتحج شي أم في شي بلد راه الولاد ديالها والزوج ديالها والأحفاد ديالها والأسرة ديالها كلهم كيكونوا تواقين أنها ترجع لعندهم من الحج ويحتفلوا بها وكيديروا لها واحد المأدوبة كيستقبلوا فيها الناس والجيران كيجيو يهنئوها بالعودة بالسلامة. وفعلا هذا واحد اليوم كيحلم به أي مغربي ومغربية في المغرب. هذه السيدة حرمت لأسباب صحية، وشاء القضاء سبحان الله أنها تنزل في دورة العسكر الملحدة بسبب ديك الوعكة الصحية. نزلت هذه الحاجة في دورة العسكر الملحدة، ودولة العسكر حاولت تستثمر في هذا الحدث، لأن من نزلت الطائرة السعودية ما كانوش كيعرفوا بأن راه هناك واحد السيدة مغربية، ربما هناك حالة إنسانية خصها الإسعافات ولكن ما عارفينش الجنسية ديالها، وشاءت الأقدار أنها تكون مغربية. وهذا الشيء راه فيه حكمة وفيه رسائل للشعب الجزائري. هذه المغربية اللي كانت هي المريضة وكانت حاجة الإسعافات أسعفوها، وهذا الشيء بفعل ماشي حبا، يقدر يكونوا دوك الناس العاديين الأطباء. الشعب أنا ما كندخلش فيه، الشعب الجزائري كالشعب المغربي، ولكن دولة العسكر أمرت بتقديم المساعدات الطبية لها والرعاية وإلى آخره. وشفت وسائل الإعلام الجزائرية كلها كتجري عندها وتصريحات واش داروا ليك واش عملنا ليك باش يوصلوا الرسائل للمغاربة. حنا راه شوف كنتعاملوا مع الحاجة المغربية تعاملا إنسانيا وأخويا، وحنا راه ما عندنا مشكل مع الشعب المغربي، حنا عندنا مع النظام ديالكم. هذه هي مضمون الرسالة اللي بغى يوصلوا لنا. هاد السيدة اليوم اللي كتنتظر منذ أسابيع الأطباء منعوا عليها التنقل عن طريق الطائرة، وإن كانت هذه الحاجة المغربية إذا بغات تمشي ترجع لبلادها خص تأخذ طائرة من الجزائر إلى تونس وبين تونس إلى الدار البيضاء، وهذا الشيء غيشكل خطر على الصحة ديالها، لأن فعلا هذه السيدة ربما ديك العودة في الطائرة هي اللي خلات أنها تعرض ديك الوعكة الصحية، فهناك خطر على حياتها إذا استعملت الطائرة في طريق العودة للمغرب. إذا شنو كيبقى؟ كيبقى هذه السيدة خاصها تمشي عن طريق البر، كي غادي دير؟ واش تمشي لتونس؟ تونس ما يمكنش الحدود البرية مع المغرب، إذا عندها الحدود البرية الوحيدة مع الجزائر، أو هذا التبون والشقريحة يحملوا هذه السيدة ما لا تطيق ويقول لها دخلي عن طريق موريتانيا. صور حاجة طاعنة في السن مريضة مهددة بالموت، خصها تشد هذه الطريق هذه كلها تمشي عن طريق موريتانيا باش تدخل المغرب، يعني آلاف الكيلومترات وفي طريق غير مؤمنة، عوض أنها تأخذ طريق مباشرة للحدود المغربية. فهذه السيدة هذه ربما حاولت كل الوسائل، فكرت في كل الإمكانيات، وجدت بأن الأبواب كلها مغلقة، الحل الوحيد والطريق الآمن الوحيد ليوصل عند وليدتها والأسرة ديالها مطمئنة في صحة جيدة هو أنها تدخل عبر الحدود المغربية الجزائرية. وش بقى هذه السيدة هذه من قالوا لها ربما حاجة ربما عندها علاقة بماذا يحدث، وهذا شأن كثير من المغاربة والجزائريين، ما عارفه كاع الصراع المغربي الجزائري، ما عارفاش بان دوله العسكر راه باغا تشتد المغرب والمغاربه، ما عارفاش بان هذا تبون شيطان رجيم هو هذا شنقريحه وافعالهم
تضر الجزائر قبل أن تضر غيرهم. شوفوا كيفاش هذا النداء اللي وجهته، وشوف ديك وهذه هي الطيبوبة وديك الصدق وصفاء السريرة ديال الإنسان المغربي ديال الأم المغربية. وأظن بأن السي مخيل اللهجة ديالها غتكون من شمال المملكة المغربية. سمعوا لهذه الأم هذه، شوفوا كيف كتكلم على هذا التبون، شوفوا كيفاش كتكلم عليه، وهذا كيدل على أن النية صافية والنداء صادق، اللي أكيد لن يلقى أي تجاوب من هذا النظام العسكري الملحد. نستمع وتأملوا جيدا في كلام هذه السيدة. مساعدة الرئيس الحبيب، مغزر الرجال، الله ينصرك، الله يحفظك، الله ينجيك، الله يعاونك على وليداتك على الدين ديالك. أنا يمك الثانية، أنا كنطلبك مساعدة الرئيس الديني من هنا للبلاد ديالي، الله يرحم والدك. أنا بعطي يمك الثانية، عطيني الله ينصرك، الله يعاونك، الله يحفظك أنت والشعب ديالك. الشعب ديالك فاهم 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 أنت الأخطر. الله يرحم والدك سعادة الرئيس، وقف معايا فادي. كنشكرك بزاف، كنشكرك الشكر الجزائر كاملة. الله يرحم والدك، الله يوقف معاك، الله يوقف مع الشعب ديالك. أنا كنشكرك يا سعادة الرئيس، كنشكرك بزاف بزاف بزاف. استمعتوا لهاد الأم الطيبة، الحاجة التي نسأل أن يكون سعيها مشكور وحجها مقبول إن شاء الله ومبرور. هاد السيدة هذه شوف كيفاش كتكلم عن واحد الرئيس اللي هو رئيس العصابة، كتقول له يا الحبيب، كتقول له أنا الأم ديالك الثانية، كتقول له الله يجازك بخير، وكتدعي ليه ولولاده والشعب ديالو بالخير. شوف هادو هما المغاربة الحقيقيين، هادو هما المغاربة. وهنا كنشكر فعلا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، الحسن الثاني رحمة الله عليه اللي ما زرعش الكراهية بين المغاربة تجاه الجزائريين. الحسن الثاني رحمة الله عليه ما دارش مقررات، احنا قرينا في مقررات في المدارس مقررات في المدارس العمومية، عمرنا ما قرينا شي مادة أو شي درس على أن الجزائر عدو، بأن الجزائر تهدد أمن المغرب، بأن الجزائريين هم أعداؤنا الكلاسيكيين. عمرنا شفنا شي أستاذ عطانا شي درس من هاد الدروس في كل المراحل، لا الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية ولا الجامعية في المغرب أبدا. وهذا الشيء اللي خلى المغاربة غير مكترثين بالجزائريين وغير مكترثين بالبوليزار. كل شيء اللي كنعرفوه هو ان المغرب حرر، وهذا هو الاشياء التي وردت في المقررات التعليميه المغربيه واللي تعلموها المغاربه، وهو ان المغرب في اطار تحرير الاراضي ديالو قام بتنظيم واحد المسيره خضراء من اجل تحرير الاقاليم الجنوبيه من الاحتلال الاسباني. ما كاين لا الجزائر العدو ولا الشعب الجزائري عدو ولا اي شيء من هذا القبيل. وهذا الشيء اللي خلى هاد الناس بقى عندهم هاد صفاء السريره، وبقاو الناس كيشوفوا في الجزائريين بانهم مسلمين، كيشوفوا الجزائريين عرب، كيشوفوا الجزائريين خوت اخوه، كيشوفوا الجزائري والمغربي واحد. واش كاين شي مغربي او كاين شي جزائري غادي يكون فرحان لو اندلعت حرب مدمره في المنطقه؟ وبدينا كنشوفوا عشرات بل مئات إن لم يكن الآلاف من الشعبين أشلاء ديالهم متناطرة، نشوفوا بيوت مهدومة، نشوفوا مدن سويت بالأرض. واش كاين شي مغربي أو جزائري سيسر هذا الأمر؟ واش كاين النظام دولة العسكرية تطلق صاروخ على المغرب المغربي يتفرج فيه؟ أطلق على المغرب صاروخ يرد عليك بعشرة. إذن هاد السيدة هادي اللي تكلمت بهذه الطريقة بينات الموقف الحقيقي للمغاربة تجاه إخوانهم الجزائريين. وما كنظنش أن هناك جزائري عاقل لن يتلقف هذه الرسالة. يعني لو فعلا المغرب كما يصوروا شقريحة وتبون في الإعلام ديالهم ديال الصرف الصحي، ما كانش هذه الأم هذه غتتكلم بهذه الطريقة هذه، وكتكلم على تبون وكأنك تتكلم على محمد السادس، كتكلم على الشعب الجزائري وكأنها تتكلم على الشعب المغربي. لا تميز،
واش كتطلب هاد السيدة هادي؟ تطلب العودة إلى بلدها. اللي يسمع بحال هاد النداء غادي يتصور أن كتطلب تبوني يغنيها ولا تبوني يعطيها يبني لها قصر أو تبوني يعطي يدير يعطيها شي مليون دولار كيف تعود يعطي الأفارقة وجنوب إفريقيين وداك حفيد داك المرتزق حفيد مانديلا لا وألف لا. السيدة كتطلب ترجع لبلادها حق إنساني حق إنساني بغات ترجع الأسرة ديالها بغات ترجع لولادها بغات ترجع لحفادها بغات ترجع البيت ديالها بغات تحتفل مع الأهل ديالها. تصور أي درجة وصلنا اليوم بسبب هذا النظام العسكري الملحد. تصوروا أن أوكرانيا اللي في حرب أوكرانيا اللي حرب مع روسيا حرب كل أوكرانيين عندهم الإنترنت الإنترنت لم تنقطع في أوكرانيا. تصوروا أن الأوكرانيين هنا عايشين من دوك اللي كانوا لاجئين اللي جاوا هنا نتكلم على ألمانيا كيجلسوا هنا في ألمانيا وكيمشيو مرة في الشهر كيدخلوا لأوكرانيا كيشوفوا البيوت ديالهم كيطمئنوا على البعض من الأهل ديالهم كيديو لهم المساعدات ويخرجوا عادي بحال ما كاين والو. هذه أوكرانيا اللي فيها الحرب أوكرانيا فيها الحرب لم تنقطع فيها لا الإنترنت ولا الكهرباء ولا الماء ولا المستشفيات وبقي فيها عروض الأطفال مفتوحة واللي لاجئين في أوروبا كيمشوا بسيارة فاخرة كيدخلوا الأوكرانيا يشوفوا المسائل ديالهم داك الأورو اللي جمعوا هنا يديو تما وعاود يخرجوا تاني ما كاين حتى إشكال عندهم. بينما حنا اللي ماشي في حالة حرب الله أعلم الله يحفظ إلا دخلنا في حالة حرب شنو غادي يوقع في ديك المنطقة. حنا لسنا في حالة حرب ونشوف كيف أن الحدود مغلقة واحد الجدة واحد الحاجة اللي مشات أدت مناسك الحج بغات ترجع شاءت الأقدار أنها تطيح في هذيك البلاد بغات ترجع عند ولادها. إذن أنا صراحة أنتظر ردة فعل هذا التبون والشنقريحة اللي فعلا هما لا يشاركوننا هذه القيم اللي كنتكلموا عليها الآن. هاد الشخصين لا يشاركوننا هذه القيم وكونوا متيقنين بأنهم لا يشاركوننا هذه القيم لا من قريب ولا من بعيد. هما واحد العاملين للاستخبارات الأجنبية كيديروا أجندات ديال واحد الدولة راكم كتعرفوها ما نحتاج نتكلم عليها. فدولة العسكر هي دولة ملحقة ليمنا هذا فاقدة للسيادة وإن كانت تدعي بأنها رحنا ندافع عن قوى التحرر والتحرير عبر العالم وهما مع وحدة الدول الغير إسلامية ومع تقسيم الدول الإسلامية. أليس هذا النظام ملحدا؟ أنا كنعرف النظام الإسلامي أنا أول شيء أنني ندافع على وحدة العالم الإسلامي والعالم العربي مش نقلب الآية. أتبون مع وحدة أراضي الصين ومع وحدة أراضي سربيا وضد وحدة أراضي المملكة المغربية وفكوا هذه المعادلة هذه.